هنعمل حلويات بيروت، وهي بتبقى حلاوة شعر آيس كريم، ونجيب حاجاته كلها ونبدأ نعمله ونقول اهو اللي هنعمله ان احنا هنفتفتها. انتوا هتجيبوا العلبة بس مش هنستخدمها كلها، لا هي الواحدة، الحتة الواحدة اللي بتبقى عاملة كده اهي شايفينها، اوكي دي بتتفرفت بتطلع كبيرة، فمش محتاجة اكتر من اتنين عشان نعمل الشكل اللي احنا عايزينه اهو كده. هتجيبوا ايس كريم مستكة او فانيليا على حسب ايه برضو الموجود اهو، وهنحط اهو اهو وهنحط اهو. طبعا الايس كريم المستكة بتبقى احلى كتير اهو. لو ما فيش برضو ممكن نحط شوية من المكسرات عليها، بتدي طعم حلو جدا اهو. يعني عندي كده ممكن نجرب البندق مثلا، ممكن نجرب الفستق، وبرضو صوص كارميل، كل دي افكار تبقى حلوة قوي. انا بعمل دلوقتي يعني عاملاها زي ما هي او بدائية خالص، وانتي تشكليها زي ما انتي بتحبي. فانا فكرت قلت ان احنا ممكن مع الفانيليا ندي البندق، البندق ممكن تخليه كمان كاراملايزد. تعمليها ازاي؟ هتعملي شوية من السكر هتحطيها على في طاسة مع البندق وتعمليه مع بعض، بعدين تكسريه في الايد الهون بايد الهون في الكيس بمعلقه، يعني على حسب برضو، ممكن بتاعت الايس كريم دي تكسريه بيها وتبداي ترشي، هيبقى برضو مكرمل يدي طعم حلو جدا.